الموضوع ده يعني فيه طبعا حاجات تخص الشرع والشريعة، ويعني اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي مواضيع معينة يعني الشرع حددها، النهاردة الأم أو الزوجة أو كده ليها التزامات معينة. النهاردة ما ينفعش إن أنا مع تطور الحياة أو إن هي بدأت تنزل العمل أو إن هي كده نقول لأ أنت النهاردة مش مكلفة، مش مكلفة في بيت، مش مكلفة بأطفال، مش أمال أنت مكلفة بإيه؟ يعني أنت ست في أنت سيدة، طب العيال بقى تشرد، ما هو الأب هيقول لأ أنا مش مكلف ومشغول، والأم أنا مش مكلفة ومشغولة، طب والولاد مين يربيهم؟ يعني النتيجة هنبقى عندنا فعلا جيل مش متربي، ما هو ملقاش حد. فكل طرف دلوقتي، طب التسخين ده لمصلحة مين؟ الستات اللي بتقول لا كذا، والرجال اللي بتقول لا ده انتوا عليكم كذا، طب احنا بنعمل مشاحنات زياده ليه؟ يعني انا عايز اعرف الهدف ايه من ده؟ هل هدف ان احنا نركب ترند على حساب الاسره وعلى حساب دمارها؟ يعني هل احنا في تحمل النهارده ان احنا نزود معدل الطلاق اللي هي نسبته يعني كل يوم في تزايد مستمر؟ طب دورنا ان احنا نبدا نخفض، نبدا نعمل عمليات اصلاح مش تسخين، نبدأ نعمل مكاتب التسوية بتاعت المنازعات الأسرية يبقى يفعل دورها أكتر، اللي هي قبل ما تحول الدعوة، أي دعوة أسرة بتحول على محكمة الأسرة لازم في الأول تفوت على مكتب التسوية، يكون مكتب التسوية ده حقيقي، يعني يصالح بجد، مش مجرد إجراء لقبول الدعوة أمام المحكمة. يبقى احنا النهاردة محتاجين مكاتب التسوية تعمل دور حقيقي، محتاجين الوعي يبقى حقيقي، محتاجين أي محرض يعتبر محرض ونحط له مادة، نحط له مادة زي ما احنا قلنا قبل كده في تحرش لفظي حطينا له مواد. لما قلنا النهاردة ان حد فيه تنمر، ما كانش فيه التنمر، قلنا لا في تنمر النهاردة لما نمسك حد على السوشيال ميديا نتنمر عليه حتى لو كان مجرم، هو قضى عقوبته، مش من حقنا نقعد نقول لا انت مجرم ده تنمر. ان احنا نمسك فئة معينة نتنمر عليها، طب يبقى لما وضعناها الناس هتبدأ تخاف، والناس لازم تخاف من القانون. الناس ما خافتش من القانون يبقى مباح السرقة، مباح السب، مباح القصف. فكل ده احنا لازم نحطه في اطار كونه عشان ولا حد يركب ترند مجرد ان هو بيشتم، ويكون اللي بيشتم او اللي بتشتم دي نفسها هي في بيتها ما تقدرش تعمل كده، هي مجرد عايزه تقول لا الزوجه مش مكلفه وتروح في الاخر تلاقيها عماله بتمسح البيت.